بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. الأسبوع الماضي بدأنا مع الأولاد الوحدة الثانية اللي عنوانها Right Now. فهذه الوحدة، في بداية الوحدة تعرض إلى الزمن المضارع المستمر الـ Present Progressive. الـ Present Progressive نستخدمه في الأشياء اللي تكون مباشرة، يعني الحدث صاير الآن في هذه اللحظة، لحظة الكلام أو إنشاء الجملة يكون الحدث واقع ومستمر. في بداية الكتاب جاب أمثلة اللي قدامنا هذه على بعض الأفعال اللي المفترض أنها مباشرة، فخلينا نشوف الأمثلة هذه ونطرق للقاعدة بشكل مفصل في الجدول الموجود هنا. أعطنا الكتاب طبعا الأشكال هذه أو الصور الخمس موجودة. He is playing volleyball. طبعا الولد جالس يلعب كرة طائرة، فالولد هذا نستخدم ضمير هي، لأن دائما راح نبدأ بالفاعل. هنا عندنا هي والفعل المساعد يجي مع is، لأن الفاعل هي، بصير he is playing. الفعل هو أساسا play، نحتاج نضيف إليه ing لأنه مضارع مستمر present progressive. هنا عندي ولدين، بالتالي غير الفاعل من هي إلى they، لأنهم اثنين، يعني هم اثنين أو ثلاثة أو أربعة، نتكلم عنهم they، نقول they، وبالتالي أيضا بيغير ضمير المساعد أو الفعل المساعد، آسف، بدل is راح يكون عندنا are، وصير they are أيضا playing. هنا نفس الشيء، رجع عندنا ولد زي الصورة الأولى، فبالتالي راح يكون الفاعل نفسه he is، هو he is hitting the ball. hitting الفعل هو hit، يضرب، هنا صارت hitting. نفس الشيء عندي ولد، فبالتالي بيصير he is، هو he is throwing the ball، الفعل أيضا مضاف إلى ing. نفس الطريقة عندنا شخص، فنقول عنه he is، هو he is kicking the ball. الجدول اللي قدامنا يوضح لنا القاعدة بشكل تقريبا مفصل. هنا عندي الفاعل اللي راح يكون بداية الجملة، إذا كنت أنا اللي راح أو أنا اللي مسوي الفعل المباشر راح أقول I'm. I'm طبعا هذا اختصار لكلمة I am، فأقول I am مثلا playing. لو أنا مثلا جالس آكل الآن أقول I am eating. I am reading. أي فعل راح يجي بعد I'm في المضارع المستمر نضيف عليه ing. لو كان فاعل he is، إذا كان شخص هو، أو تكون عندي بنت ممكن تكون she is، أو غير عاقل it جماد وحيوان. إذا كنا إحنا جماعة عاملين فعل نقول we are، اختصار we're playing مثلا، أو أنت أنا مسوي الفعل بكلمك أقول لك you're، ده you are أيضا، ده you're اختصارها you are. you're playing، they're playing، أو they're reading، whatever. إذا الفاعل راح يكون في بداية الجملة، واحد من هالسبع الضمائر الموجودة قدامنا على حسب اللي عامل الفعل، ويحتاج مع الفعل المساعد الـ verb be am أو is أو are. طبعا I تجي مع am، he she it تجي دائما مع is، we you they دائما يجي مع are، والفعل يكون بصيغة المضارع المستمر له مضافة له ing. ناخذ مثال، مثلا لو شفت واحد قدامي مثلا يشاهد، اللي يشاهد يعني watch، فهذا الواحد شخص، وقع انه he is، هو he is اقدر اختصرها he is، الفعل watch يشاهد راح تكون watching، فتصير الجملة he is watching، he is watching. لو شفت واحد مثلا او شفت جماعة جالسين يكتبوا write، فاقول عنهم بما انهم جماعة بقول هم، فتصير they، they are مختصر ل their، الفعل write بصير writing، فصير الجملة their writing. هكذا على حسب الأمثلة أو مثل ما جبنا الأمثلة الموجودة هنا. طبعا هذه أنشودة تطبيق على الأشياء أو على قاعدة الباب الـ present progressive. أخذناها مع الأولاد أيضا أنشودة، شغلناها وشفنا بعض المقاطع ورددناها مع بعض وحلينا هذا التمرين. ويعطيكم العافية، والله يوفق اليوم إن شاء الله.